السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، بعد انتهائكم من إنجاز التطبيقات الكتابية سنصححها الآن. إذن خذوا قلم الرصاص والمسطرة. السؤال الأول يقول: أرتب الكلمات لأحصل على جملة مفيدة. لدينا هذه الكلمات: وانطلق، النقود، رضا، صوب، كالسهم، جمع، النادي. أعزائي التلاميذ، دائما عندما نريد أن نرتب الكلمات لنحصل على جملة مفيدة يستحسن أن نبدأ بالفعل إذا تضمنته الجملة، وقلنا أن الفعل لا يقبل القمرية ولا الشمسية ولا يقبل التنوين كذلك. إذن أين هو الفعل في هذه الكلمات؟ نعم، من يجيبني؟ نعم بنيتي، جيد، أحسنت. لدينا جمع، إذن نقول جمع. لاحظوا أعزائي، هنا يمكن يعني الأساليب التي درسناها سنستعملها هنا بذكاء كي يعني نرتب هذه الكلمات في جملة مفيدة. إذن هنا نقول جمع، من جمع؟ لأن هذا فعل، إذن من قام بهذا الفعل؟ من جمع؟ نعم، جيد، جمع رضا، جمع رضا. انتبهوا، هنا الكلمة التي نكتبها نشطب عليها كي لا نعيدها مرة ثانية أو ننساها دون كتابتها. إذن هنا لدينا جمع رضا، ماذا جمع رضا؟ من يجيبني؟ ماذا جمع رضا؟ تلاقى من هذه الكلمات الموجودة في الأعلى. جيد، جمع رضا النقود، جمع رضا النقود. إذن هذه جملة بسيطة معناها تام، جمع رضا النقود. انظروا هنا الكلمات المتبقية، لدينا وانطلق، صوب، كالسهم، النادي. إذن هنا هل لدي فعل آخر هنا في هذه الجملة، في هذه الكلمات عفوا؟ جيد، أحسنت بني، لدينا وانطلق. إذن نكتب وانطلق، إذن جمع رضا النقود وانطلق. إلى أين انطلق؟ نعم، جيد، انطلق صوب، صوب يعني جهة، انطلق صوب. صوب أين؟ أين؟ ما هو المكان الذي ذهب إليه أو انطلق إليه؟ جيد، صوب النادي، صوب النادي. كيف انطلق رضا صوب النادي؟ جيد، ممتاز، أحسنتم. كالسهم، إذا نقول جمع رضا النقود وانطلق صوب النادي كالسهم. جيد، أحسنتم أعزائي التلاميذ. يمكن أن نقول كذلك: جمع رضا النقود وانطلق كيف؟ وانطلق كالسهم صوب النادي. ويمكن كذلك أعزائي أن نبدأ بالاسم ونقول: رضا جمع النقود وانطلق صوب النادي كالسهم. نمر. السؤال الثاني: أسأل مستعملا الأسلوب المناسب. تابعوا معي هذه الأساليب، لدينا من أين، إلى أين، بماذا، لماذا. قبل أن نمر إلى الجمل يجب أن نذكر بهذه الأساليب. إذن من أين، متى نستعملها؟ نعم، من يجيبني؟ جيد، من أين نستعملها للسؤال، يعني عندما يكون لدينا المكان زائد من، من المدرسة، من القسم، إلى غير ذلك. إلى أين، متى نستعملها؟ جيد بنيتي، نستعملها إذا كان لدينا أين زائد إلى، يعني إلى المدرسة، إلى السوق، إلى الغابة، إلى غير ذلك. وبماذا، متى نستعمل هذا الأسلوب؟
جيد أحسنتم، نستعمله إذا كان لدينا ماذا يعني الشيء زائد بي، الشيء يعني بالقلم أو بالمسطرة إلى غير ذلك. والأسلوب الأخير هو لماذا، متى نستعمل هذا الأسلوب؟ نعم أحسنتم أعزائي، نستعمله للسؤال عن السبب. السبب، نعم. إذا الآن الجملة الأولى، جلس الفلاح قرب الشجرة ليستظل بظلها. تابعوا معي زملائي، هنا سنسطر على ليستظل بظلها. إذا أي الأسلوب هنا سنستعمل؟ جيد أحسنت بني، سنقول لماذا جلس الفلاح قرب الشجرة؟ لماذا جلس الفلاح قرب الشجرة؟ نعم أحسنت، سنضيف علامة الاستفهام. الجملة الثانية، اقتنت سلوى قصتين من المكتبة. اقتنت سلوى قصتين من المكتبة، إذن اقتنت يعني اشترت. نعم نسطر من المكتبة، نسطر عليها. إذن ما هو الأسلوب الذي سنستعمله؟ جيد ممتاز أحسنت بنيتي، سنستعمل من أين، لأن هنا لدينا المكتبة مكان زائد من، إذن سنقول من أين اقتنت سلوى قصتين. من أين اقتنت سلوى قصتين؟ أحسنتي بنيتي وأحسنتي، نضيف علامة الاستفهام. نمر إلى الجملة الثالثة، ذهب رضا إلى نادي الإنترنت. ذهب رضا إلى نادي الإنترنت، نعم نسطر هنا إلى نادي الإنترنت. إذا أي الأسلوب سنستعمل؟ نعم بنيتي، جيد. إذا سطرنا على إلى زائد المكان، إذا سنقول إلى أين، أحسنتي، ونقول إلى أين ذهب رضا، إلى أين ذهب رضا، ثم نضيف علامة الاستفهام لأن كل هذه الجمل تبدأ بأسلوب استفهام. الجملة الأخيرة، احتفلت الأسرة بعيد الفطر. احتفلت الأسرة بعيد الفطر، نعم نسطر على بعيد الفطر، إذا ب زائد شيء، إذا نقول هنا بماذا احتفلت الأسرة؟ بماذا احتفلت الأسرة؟ ثم نضيف دائما علامة أو علامة الاستفهام. السؤال الثالث يقول، أحول الجملة التالية إلى الجمع بنوعيه. أولا ماذا نقصد بالجمع بنوعيه؟ نعم أحسنتم، هو الجمع المذكر والجمع المؤنث. إذن الجمع بنوعيه يعني المذكر والمؤنث. إذن لاحظوا معي هذه الجملة، الطفل يبتسم في وجه أبيه. الطفل يبتسم في وجه أبيه، نحول هذه الجملة إلى الجمع المذكر. إذن ما هي الكلمات التي سنحولها هنا إلى الجمع المذكر؟ نعم بنيتي، جيد أحسنتي، الطفل ثم الفعل يبتسم، وماذا أيضا؟ جيد أبيه، هنا اسم مع ضمير يعني أبيه. إذن الطفل نحوله إلى الجمع، ماذا سنقول؟ جمع مذكر، جيد. الأطفال، الأطفال، نعم جيد، يبتسمون في وجه أبيهم، أحسنتي، الأطفال يبتسمون في وجه أبيهم. نمر إلى الجمع المؤنث، ماذا سنقول؟ نعم نحول الطفل إلى الجمع المؤنث ونقول جيد، الطفلات، الطفلات يبتسمن في وجه أبيهن، ممتاز، الطفلات يبتسمن في وجه أبيهن. السؤال الرابع والأخير، أحول حسب المطلوب.
لاحظوا معي هذه الجملة: اللاعب انتصر وعاد من الملعب مسرورا. هذه الجملة كم من فعل تتضمنه؟ نعم، زايد بني، لدينا انتصر وعاد، إذن لدينا فعلين في هذه الجملة. إذا سنصرفها حسب أو نحولها حسب المطلوب. زائد كذلك أعزائي لا ننسى مسرورا، يعني انتصر أو اللاعب انتصر وعاد من الملعب كيف؟ مسرورا، يعود على اللاعب، إذن مسرورا كذلك سنحوله حسب المطلوب. إذن لدينا اللاعبة وعادت، إذن انتصر سنحوله حسب اللاعبة، ماذا سنقول؟ جيد، اللاعبة انتصرت، اللاعبة انتصرت وعادت من الملعب كيف؟ يعني اللاعبة كيف عادت من الملعب؟ جيد، مسرورة، واللاعبة انتصرت وعادت من الملعب مسرورة. تابعوا معي هنا جيد جيدا، لدينا هنا فتحتين مسرورة، لأن مسرورا ينتهي بالفتحتين، إذن من الملعب مسرورة. نمر، انتصرا، لاحظوا معي جيدا هذا الفعل انتصرا، هل هو في المفرد من المثنى أم الجمع؟ أحسنتم، المثنى، هل هو مثنى مذكر أم مثنى مؤنث؟ انتصرا، جيد بنيتي، وفي المثنى المذكر، إذن اللاعب كذلك نحوله إلى المثنى المذكر، ماذا سنقول؟ نعم، اللاعبان، نقول اللاعبان انتصرا، نفس الشيء عادة نحوله إلى المثنى المذكر، ماذا سنقول؟ جيد، وعاد من الملعب كيف؟ نعم، جيد، مسرورين، تابعوا معي جيدا، وعاد من الملعب مسرورين، هنا المثنى هنا بالياء والنون، لا نقول هنا مسروران، سنقول مسرورين، لماذا؟ لأن لدينا فتحتين في المفرد، إذن اللاعبان انتصرا وعاد من الملعب مسرورين. نمر، اللاعبون، اللاعبون مفرد أم مثنى أم جمع؟ أحسنتم، جمع، جمع مؤنث أم مذكر؟ أحسنتم أعزائي، جمع مذكر، إذن الفعل انتصر وعاد نفس الشيء، سنحوله إلى الجمع المذكر يعني هم، إذن اللاعبون، جيد، اللاعبون انتصروا وعادوا من الملعب مسرورين، هنا الياء والنون ويا هنا مد، إذن مسرورين، دائما لأن في المفرد لدينا فتحتين، إذن نقول اللاعبون انتصروا وعادوا من الملعب مسرورين، هنا أعزائي لدينا من الملعب مسرورات، ننتبه جيدا إلى هذه الكلمة مسرورات، هي في صيغة المفرد أم المثنى أم الجمع؟ أحسنتم صغاري، جمع، هل هو جمع مذكر أم مؤنث؟ مسرورات ينتهي بالألف والتاء، أحسنتم صغاري، إذن جمع مؤنث، إذن نفس الشيء اللاعب سنحوله إلى الجمع المؤنث، اللاعب انتصر وعاد سنحوله إلى الجمع المؤنث، ماذا سنقول؟ أحسنتم صغاري، ممتاز، إذن سنقول اللاعبات انتصرنا وعدنا من الملعب مسرورات، اللاعبات انتصرنا وعدنا من الملعب مسرورات. إلى هنا أعزائي نكون قد أنهينا تصحيح هذه التطبيقات، وأشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في حصة أخرى ومع درس جديد إن شاء الله.